والآن في السوشيال ميديا، وإلى أبرز فيديو تم تداوله نهار اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو فيديو الذي صوره عضو الكنيسة أيمن عودي أمام باب العمود في مدينة القدس. وقد أثار هذا الفيديو موجة من ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل وخصوصا في صفوف اليمين. لنشاهد الفيديو الذي دعا فيه أيمن عودي رئيس القائمة المشتركة كل من انخرط ضمن قوات الاحتلال لإلقاء السلاح بوجه الشرطة والعودة إلى أحضان شعبه. لنشاهد. نحن موقفنا التاريخي هو أن نكون مع شعبنا المظلوم من أجل إنهاء هذا الاحتلال المجرم، من أجل أن تكون دولة فلسطين وأن تعلق أعلام فلسطين على أسوار القدس هنا، وأن يحل السلام على أرض السلام. أولا، ممنوع لأي شاب أن ينخرط ضمن قوات الاحتلال والإساءة والبغض والكراهية هذه القوات، قوات الاحتلال. الأمر الآخر، أنا أهيد بأهالي وبالشباب اللي انخرطوا واللي هن نسبتهم لا تتجاوز 1%، 1.5%، بضع آلاف قليلة، ولكن هذه الآلاف تسيء. بقول لهم من الآن ارموا السلاح بوجههم وقولوا لهم مكاننا مش معكم، مكاننا أن لا نكون جزءا من الجريمة، جزءا من الإساءة لشعبنا، مكاننا أن نكون مع الحق، مع العدل، مع الشعب الذي يناضل ضد الاحتلال. مكاننا هو المكان الطبيعي، جزء أصيل من شعبنا العربي الفلسطيني ومن هذه المعركة العادلة من أجل إنهاء هذا الاحتلال المجرم، من أجل أن يحل السلام على أرض السلام. رمضان كريم. وكما هو متوقع، توقيت هذا الفيديو ومضمونه أثار موجة عاصفة من ردود الفعل التحريضية ضد رئيس القائمة المشتركة من الائتلاف والمعارضة على حد سواء. من المعارضة أو من الائتلاف تحديدا، علقت عضو الكنيسة ووزيرة الداخلية أيلة شكاد التي كتبت: أيمن عودي يحرض ضد دولة إسرائيل ومؤسساتها، معه لن نعقد أي اتفاقية ومكانه خارج الكنيسة. أما نائب وزير الأمن الداخلي يائير جولان الذي يحسب على اليسار الخارطة السياسية فقد كتب: قد تكون هناك فرصة لتعزيز التمثيل العربي في الحكومة وتصريحه كاف لإغلاق الباب بوجه هذه الفرصة. من المعارضة أيضا كان من بين المحرضين وكيف لا إيتمار بن غفير الذي كتب عن أيمن عودي: أيمن عودي داعم للإرهاب، إرهابي محرض وصديق الجديد لنفتالي بنت رئيس الحكومة عار. أما عضو الكنيسة شلومو قرعي من الليكود فقد كتب: يجب تفعيل قانون الفصل ضده وإبعاده من الكنيسة، أنا واثق من أن أعضاء الكنيسة الصهاينة في الحكومة سيوقعون، وأرفق عريضة تطالب بطرد أيمن عودي من الكنيسة. كما هو معروف، العريضة ستحتاج إلى توقيع 70 عضو كنيسة، ما يعني أن حظوظ تطبيق طرده ضعيفة جدا. من الليكود أيضا كتبت أسنات مارك اليمينية: كل دقيقة يتمتع بها بالحصانة وتمر دون اعتقال بتهمة التحريض والتمرد هي وصمة عار على الدولة اليهودية، وتشكك برغبة هذه الدولة في الاستمرار والوجود. حملة لا تنتهي، ولكن نحن في حلقتنا وفي جولتنا هذه جئنا إلى ختام الحلقة على أمل أن نجدد اللقاء. شكرا جزيلا لمتابعتكم.